إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله تعالى تفسير كقرآن كريم كان بلا بندونا وحانك سو بلا بنا هوس برب الناس إلى البقرة الحمد إلى أن كقارنا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة دان وحلو مقعوة سورة الناس مكية ويان سورتها قرآنك سورتها مكية اي مدينة مدنية اي يقال قيب سمان مكية سدح اي طبنكي النبي صلى الله عليه وسلم او السنة او مكة او جوغي عقيدة اي كهدليسة بدن كيد اما دمان تيد سورتها مدنية لغو مقع عوية وحي كهدليسة أحكامتا أو إسلام كهددك مركي عقيدة لغا سوديسي مركة سورتها ومكية وحويان آيذة هيدن واللح آيذات وحايا إليذة هاي سبب النزول قرآن كان وحالو مقعوة سبب النزول سبب تأيكو سودكتي سوردان أحاديثنا وحالو مقعوة سبب ورود الحديث حديث كسبب تأكويمت إلين قرآن كان إركا أيوك سودقا إنا أنزلناه في ليلة القدر مركا سورة سبب يا يشيغان علوم ذا أيوك سودكتي نبيك صلى الله عليه وسلم أولا السحري أيوك سودكتي بيحقي وحوسو صار في دلائل النبوة من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال وحوير ابن عباس نبيك أيا جردي صلى الله عليه وسلم جرؤ آد ودرن وحاوي مذين نبيك صلى الله عليه وسلم لب ملك لبضا ملك متكودا وحو فريستي نبيغا مدحيسي اكتيس متكا كالاتن وحو فريستي نبيغا لبديس اللغوت اكتي كي ملقي او لقتا اكتي فريستي نبيغا لقيس اكتيس فريستي وحو كوداي كي مدحك فديي حنون كان او نبيك قبصدي صلى الله عليه وسلم حد موديسا وحاسر والسحر سحر محاسر طب وحاسر وما طب تبر محاوي والسحر وايسر يا سحر ايو يري مركا ملقي ايا ويدنا ملقي لبات او حس ويدنا اي مدحي سفديي وحا سحر أيو يري لبيد ابن العاصم نين ليراد اليهودي يهود عدوي أهايين
مركاسا سير ميشا أولوغو سحري انتي ويان وعيري وا عيل ورير الفلان ودقا حوز تيسا وعيل كاسي دحديسا يالقليي مركاسا ميشي اي تغان وحويان وحالو ديري ميشي اي تغان وحاما بيه اي كسو دورين مركاسا دغحي اي سو قادين ميشي وحي كجيري او نبيغ اللغو سحري وحو اها حرق او كو يتوبن قند اي سميين وحيالة ومشعوذات أي أكو أخريين مركي نبي صلى الله عليه وسلم هو بريستي عمار بن ياسر إيو كوح كمدة أيو صدري نبي صلى الله عليه وسلم عيلكي أي يميدين عيلكي بيهي سوحويا واسد إعلان وكالات قدود بيهي أي كصدرين كبعد dagaxii ayay soo koriyeen markaas wixii ku jiray dhan ay gubeen waxa ku dhax jirtay marka 12 oo gunad ayaa ku dhax jiray actis ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dajiyay labadan suuradood nabiga markaa waxa la yiraahdaa akhri labadii suuradood waa 12 aayadood bi rabbin naas وحويان لح آيادود برب الفغلن وشن آيادود وكو يتوبن آياد بمركو أخري النبي صلى الله عليه وسلم توبن كي يكو قنادود مد قناد ايا فرميسي مركا سبب النزول كان وحولي هاي شاهد في الصحيح لكن إيدو آن لبدا سورة لسو دجيني لكن سو دجين تا سورة دان وحولي هاي شواهد أو فربدن أيولي هاي مركان مركان نبي صلى الله عليه وسلم وحويان فق أيو ده هاي مركان سحر كا نبي نوال سحري حديث صحيح أيا جرتا أون أرنتا سي تلما مايو لكن سحر كا وحما تركرو إلهي سبحانه وتعالى إذن كي سموي إلهي سبحانه وتعالى سورة البقرة وعكوليهاي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قفك إلهي دور مايو سحر وحكم تراي مركا نبينا صلى الله عليه وسلم لبضان سورة دوت أيو أخري أو كوبي توبان آي دوت ككوبان إلهي سبحانه وتعالى واك قاضي لبضان سورة دوت وحويان حرس حركة أو سحركة يعيشة يجنك كل ويان سيدا درادادي نبينا صلى الله عليه وسلم ومديس وحوفري مركا يجيفنايان لبضان سورة دوت يقول هو الله إن يكدران من سدح إن أخريان قل هو الله إن سدح إن أخريان قل أعوذ برب الفلق إن سدح إن أخريان قل أعوذ برب الناس سدح قعنت إن يكتفان أو كأفوفان أو عندوف أن لوذنين تركو ذدن إن مرسيان مركا واحر سحر هبين كان سي الشيطان أم سو دوان كرو ولب هدي أي كدران وحوي آية الكرسي مركا لقبدي أيان قلينا مركا صوبت أي كسو دكتي تاسوا إليهن مركا جبريل نوا نبي صلى الله عليه وسلم وكو أخري أي لمضاني أو معوذتين يالدها نبي نوا لفري إنو أخرستو مركو أخرسي لح إيه كو إيه طوبانكي أو قنات أو لغو الحري وحاوين ننكاس يهوديك إيه لبديسي قبدوت أيا سحران مركا عادو يهي أحايان يهود حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحو جعلان جيري قربك
oo ariga sun yay ugu dareen waa suntii nabiga isla dhintay markaa بسم الله الرحمن الرحيم قل وحات رأذان نبي محمد أعوذ ومجن قلام برب الناس دتك رب غوذيا مجن قلام من عليه إمام لاي حال ظهوضة أون بربارناي إلهيس أيان مجن قلام ده إله لغو حراء مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك الناس داتك عليه هنتيي أيام مغن قلاده داتك أسغى إلهي سبحانه وتعالى مامولا أسغانا هنتيا أسغانا وحويا بغر كودي يو أسغانا هنتيا إلهي سبحانه وتعالى مالكهم ملكا تاما بحويان هانشو او تاما داتك بني آدميغا مرارك قاركود ادونك انت اي جوغان وحي شاكتان معنا وحينا اليهن مركا يبخورده لكن وحي عدانيسا الهي مركوكو دواغو مالنتي قيامة أو دهايو لمن الملك اليوم واتي إذنك أد شيغتين أو شيغ جرتين بغرتوي ده ما أنت يا إسكالي بغرني ما أنت حقيق ده سيدة مفسرين ده إليهن كن سنة يا لسوه وحسو جواب مركي لهم أو لوايو إلهي سبحانه وتعالى أسكا إسكو جوابا وحو إلهي أوليه لله الواحد القهار ولم من قليدي أيا نبيغ الله لغنا إله الناس داتك إلهوذي معنى إله وحويان معبودهم معبود الناس داتك الله يعابد أيان أو حق إله إسا مغن قلا سدحت المام أيا نبيغ الله الشيغي إله إنو يهي برب الناس إنو يهي ملك الناس إلهي إنو يهي إله الناس تدك هدن إلهي سبحانه وتعالى أصاب بغروة أصغينا عابدان أصغينا برباريا قفك ليت الشيغة كرتو مجرتو وحاس كم أو حلقة مغن قلايا يا الله تلماما مرك من شر الوسواس الوسواس الموسوس كي وسواسنا الشرتيسي الخناس او وحويان دو مشهد بدنيد اما قرسون نمد بدنا الخناس دتك عربي كساين الف فعال واي خناس معنا ودو مشهد بدن يهي وحالك هدلا لبو شياطين يا جرتا سيد القرآن كإلهي كشيغي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض حريرا نكاد حيا مركا حد وحلق عطلايا وحويان الوسواس الخناس وحويان كان وح وسواسيو وكان جنكا كاس كان مغنقل يالنها خناس وحويان ودو مشا بذنيهي وسواسنا وحويان وشنقرتا او ير يالي رادة أرندين مركا أسجا قلبك موجود بكرو لكن دين عياشي سيوجوها وحياسكو أفوفا وأن لم مغلينين وضدك وسواس اسكور دا حماتة دي يوحسو شيك شيكا مركا وحالو مغا عاوة الوسواس الخناس وجنك واي مركا وحالة تلماما مركا شقضة أو قبصدة شيطانك الذي شيطانك وسوسك يوسوس وسواسنايو او عود ان لمقلين كو وسواسنايو قلبك بني ادمك وكان في صدور الناس دتك لابيهودا او كو وسواسناي مركا شقاديس اوغو وين وحي تهي اود بوحد ما لها اسغا واود انو استعماله ام حجوين استعماله
لكن شقديسي وحيتاه سيد إلهي سبحانه وتعالى أو شاقي معنى قلبي قاس أي وسواسي يا مركام وهذا الحن أوكو سان سمي سان سمي ملانا مخناي وانا وقلو مشا بدنيا هي مركاسها لكن وحيكو لبحايان شياطين تسيد إلهي أو تلمامي من الجنة أو جنك أحكو بيامي إيو الناس من الناس أو تتكني كمدعا مركا شياطين تو والله قيبوت شيطان الإنس إيو شياطين الجن وين كان أو جنك إيو كان أو إنسك سيد علومة أي ليهين وحاب حوق بدا مراركا قاركودي كان أو إنسك محايالي إنسك وحس استعمالي كرا هوبيس استعمالا وحس استعمالا سيفف وحس استعمالا بندق وحيالا أو أود أو لو جيدس استعمالي كرا لكن ما استعمالا يو كان أو شيطان كا حجوين وكو استعمالا كان أو بني آدمي حجوين أو بين أياس كوكو أفوفي كرا مركا أما شيطانك أو جنك إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي ليس لك عليهم سلطان أود كماليده يحجن كماليده لكن أود دي سردن وحيتهاي إنو قلب قاسي أو وسواسيو أو مركا وحك وأفوفو أو وحسي قرسوري أسغن وقلو مشا بدن يعني مركا أود دي سينتا سيكو أكتاي مركا تاس وحويا وسورة الناس أو مكية لح آيادات كوبان وحايا نوغو حيغا مركا سورة دي سورة الفلق إيدنا مكية ويان لبدا سورة دوت أو قاقابان هالمر أي سورة ود دقين وحاينكو سورة دقين سيدان سورة شاكنا يسابو نزول كيدي مركي نبيك صلى الله عليه وسلم للسحرة مركا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحويان الفلق مكية آيدة هين نواشن قل وحاتر هذا النبي محمد قابك إلهي اللو مغن قلايو أسقى إلهي سبحانه وتعالى أولغنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنغن أمديسي أسقى إنكو دي نواي صوبنا صلى الله عليه وسلم قل وحاتر هذا النبي محمد أعوذ وحمقا قلا برب الفلق وحويا الصبح ربكي أو ما مولاي ربك سي أيام مقن قلا ده وحانا مقن قلا من شر ما خلق وحو إلهي أبو رشرتي سي أيام مقن قلا إلهي أسقو نعبا وحيابا حن لكن أسقو أبوري هدنه وحا أو أبوري كوا شرط قبان جني إنسي إن أسكمنا قالوا يا إلهي سبحانه وتعالى ولقيني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من شر ما شيء شرتي سي خلق إلهي وأبوري أن كمنا قالا ده والصبح ويان والفلق علماء دوحي كليهن الصبح ويان قار كوذن برب الفلق وحي كفسرايان برب الخلق كلهم مخلوقات كدمان رب غودي او ما مولاي لبدا تفسير بواجرا مركا فلق او صبح لو لجيدو اما مخلوقات كلو لجيدو الى حاسي ايام مغن قلاده وحا او ابوري شرطودي ايان كمين قلاده ومن شر غاسق وحوين هبينكي شرطيز غاسق وحي وحوين او مذو مركا وهبينكي شرطيز وين غاسق الليل يكفسر ايان علمدا ومن شر غاسق هبينكي شرطيز ايان كمين قلاده اذا قورتي وقبا او قالوا مقدقيس معنى هبينكي وحي ليدهاي شر بدن اي ليدهاي مركا
habeenkii mugdigiisii markuu mugdiga uu galo ayaan ka magan galaa dheh. Waa qaabka sixirka loogu magan galo, isha loogu magan galo, oo waxa weeyaan iyo waxyaalihii xumaata dhanan loogu magan galo. Weliba waa kanaa markaa sababta ay ku soo degtay ayaa la sheegaa inoo ay sixireen naago oo yahuudi inay sixireen. Wamin shari nafaathaati, naagihii afuufaayeen shartoodii ayaan ka magan galaa dheh. Fil cuqadi guntimooyinka, waxa weeyaan xerag ayaa 11 guntiim ay u sameeyeen, waxyaala mushacwadaad ah ayay ku afuufeen oo sixirka loo isticmaalo. Marka waxaad leedahay yaasiire ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan ka magan galaa annafaasaad, waa naagaha weeye ama dumarka, dumarka shartoodii ayaa oo wax afuufaayeen, waxayna afuufaayeen fil cuqadi guntimooyinka dhexdiisa afuufaayeen ayaan ka magan galaa dheh. Wamin shari xaasidin, kii wax xasdaayay shartiisii ayaan ka magan galaa dheh. Kii wax xasdaayay idaa goortii xasada oo wax uu xasdo, markuu wax xasdo shartiisii ayaan ka magan galaa dheh. Marka waxa weeyaan labadan suuradood waa suurada oo xirsi xirka oo muslim kasto oo nabiganana baray habeen kasta oo la jifaraa. Marka xaasid maxaa la dhahaa? Alxasadu, xasad waxaa la yidhaahdaa qof ilaahay nicmo siiyey adduun iyo diin oo siiyey, inaa qofkaasi ilaahay ka qaado ama adiga ha kugu soo wareego ama ilaahay inuu ka qaado. Xaasid weeyaan ninkaasi. Xaasidnimadana waxay ka bilaabatay, cirkay ka bilaabatay markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray Ibliisina sujuuda Aadam, waa diiday marka anaa khayrun minhu isdhahay. Adduunkana way ka dhacday Qaabiil iyo Haabiil, waxa weeyaan Qaabiil uu dilay walaalkiisii Haabiil, iyadana adduunka way ka bilaabatay xaasidnimada, wadigii waa jiri jirtay. Laakiin waxaa la dhahay ayaa jira Alqibta, kamasho ama majeersi, kaasay mamnuuc maaha. Maalan nin oo maalqabeen ah oo zakada aada u bixinaya ama sadaqada inaad tiraad ilaa uu ninkaasoo kaleeda iga dhig, way banaan tahay oo inaad ku dayda darteedii, ama ninkaas cilmiga ku camal falaaya oo kaleeda ilaah iga dhig adii tiraad, way banaan tahay. Ama xaasidka waxa weeyaan waa midka oo aada leedahay, waxa weeyaan dadkii hore ayuu baabi'iyey oo dadkii naga horeeyeen xaasidnimaanta. Markaa saa daraaddeedii xaasidkana waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka magan galo ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu faray, ayaa la faray, ilaahay faray. Bismillaahi arraxmaani arraxiim, qul huwa allaahu axad, allaahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Suuraddaana waa suuratul ikhlaas, iyadana waxaa loo sheegaa sabab nuzuul ayaa loo sheegaa, culummada ay u sheegaan. Markaa sababta ay ku soo degtay waxa weeyaan akhraja tirmidi walxaakim ibn muqzima min dariiqi abi alcaaliya can ubay ibn kacb, waxa weeyaan mushrikiinta ayaa waxay ku dhaheen nabiga sallallahu alayhi wasallam, noo tilmaam rabbigaaga, rabbigaaga noo tilmaam, macnaa maxaas yahay rabbigaaga noo tilmaam. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan ayuu soo dejiyey, qul huwa allaahu axad, allaahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Aayaddan waxa weeyaan aslulcaqiida weeyaan, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamtiisii ah. Bismillaahi arraxmaani arraxiim, qul waxaad tiraahdaa nabi muxamedow, huwa xaalka iyo sha'niga, huwadaasay culummada waxay leeyihiin damiiru sha'ni ayaa lagu magacaabaa, damiiru sha'nigane
وحكا دنبيا يفسرا لكن ضمائرته وحلوكو كسجرتي وحلوكو كسجر إنا وحا أكوهري اللو عليو لكن ضمير شانك وحكا دنبيا يفسرا مكا حالك إنو وينيهي يالو شيغا هو حالك يا شأنك الله إلهي أحد وأمد كليا إلهي مد كليا واي لحويا لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله وح إلهي سبحانه وتعالى لم يدعي مجرته إلهي وأمد كليا الله إلهي الصمد إلهي بمعنى دنت دمان يدنها الله لو لقصد ويان الصمد إلهي سبحانه وتعالى أو لو لقصد ويان الصمد معنى دن كستو هذه آد ليدا هاي إلهي لو لقصد بني آدم لو لقصدايو قبورهم لو لقصدايو بني آدم لو لقصدايو إلهي سبحانه وتعالى كلية لو لقصد وأصل العقيدة ويان ميشان علمدو وحيليهن وحي أهالهين إن لدوه هو الصمد لكن إلهي أيا لوينينا درتادي وحال سوعلي الله يلا سوعلي تلمام تيسي حدنا نبي لو شيغا لم يلد إلهي سبحانه وتعالى وحما دلين إلهي وح وكترمي مجرو ولم يولد إلهي من دلين أزلي واي معنى إلهي واجري حديث كبخاري كان الله ولم يكن شيء وح أجر مجر إلهي سبحانه وتعالى واجري سيدا سورة الله ألا تع على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلهي وليس واجري إلهي ما وحويان من وحدلن وسجن ملا دلين مركا إلهي سيدا سيوج مركا أرنتا سي وحال وردنا قول هذا دهين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلهي ويلكي سويان أو كلي أو دلي إلهي لم يلد ولم يولد إلهي وحنا مدل ولم يولد من ندل إلهي تلمام تسيطا سوى أزلي وإلهي ولكي سوى جري وحكه ريين مجيرو هو الأول والآخر هو الأول بلا بداية ما الأسكى بلا إلهي مجيرو والآخر بلا نهاية ولم يكن مأهان له إلهي كفوا وح الدقمة أحد ولم يكن مأهان له إلهي أحد قفن كفوا وح الدقمة إلهي ولا مدعى مجرى مركا وعقيدة أو صحظة وهو على السنة والجماعة ويقبان سيداس ويان نصارى يدد كستو أو إلهي سبحانه وتعالى وحل وذاجيان هل كاسا يكون بحين مركا لم يلد إلهي وحما دلن ولم يولد إلهي من لدلن ولم يكن مأهان له إلهي أحد قفنه كفوا وح ولا مدى إلهي أو أصيغ لمدى وح أو أصيغ وحي السمين كروك ليته كل النمات ديسا وح والبا أسمغع يديسا يوم عنا تلمامه سا وح لمدى إلهي مجره مركا أو سورة داسنا وحلو مقعاوا سورة الإخلاص وسدع ذا سورة دوت ونبيه ونودر دارمي داتك مركا يهردايان إنو معنا يا أخرستان وحر سحرنا سوياي مركا من لو باهنا مركا إنا داتك أني بيسد أو عروسا نايان وكتاب قابلو يالك لدهايو وحاكا فعلا سدع ذا سورة هبين كستا أخرسو إلهي سبحانه وتعالى وحويان و كابت بادنا شيطان كشرتيسي إلهي سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.